كاسي شباب حلو بس انا مجوزه. كي اف سي او بي كي؟ قولي فود بويزنينج. الجواب اذا اجى قال لك بدي اظهر معك ما حتقولي له لا. لا كثير في قصص بدي انزعج. هيا حلو. هيا حلو. هيا حلوين واهلا وسهلا فيكم. هيا حلوين واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اذا انتم جديد هون ما تنسوا تحطوا سبسكرايب لايك وتفعلوا الجرس. يا الله بليز ما تنسوهم. اخر واول مره عملت هيدا الفيديو كان مع جوا وكثير حبيته. سو اليوم رح نرجع نتلاقى ونعمل لكم نفس الفيديو. لازم مسج جوا تكون وصلت. سو ليتس جو. جوا انت احكي لو سمحت خلينا نتزوج. قولي اول ستوب ستاربكس. اوكي هاي جايز. بعد ما قلت لهم هاي. هاي جايز. اول ستوب هو ستاربكس. دايما الجايات بتحطني بهالموقف انه انا بدي اقول لهم بليز بدي مثل الشخص اللي قبلي. بس جوا الفكره انه اليوم I really have a reason. لا لا معك حق. اسوار 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 اسوار. عندي طلب كثير غريب. اخر اوردر بدي نفسه. ميرسي. بدك تقولي هاي باتي. باتي معنا جاست اليوم. 3 2 1 باتي. باتي انا ما رح العب زعتره. ما رح اشرب بس معلن ما حيعرف ما حم ما بنقلبش. اوكي شو شكله شي طيب. جوا شي مسقع مع كريم. قولي فود بويزنينج. الجوا او ماي جاد. قولي اي بي اس. جايز اعملوا سبسكرايب. اعملوا سبسكرايب لجيال. ميرسي كتير. This is when the feeling sinks in. بس هلا صار فيك تقول لنا شو هو تنعرف يعني. بس موكا فرابوتشينو. كول. كان قبلنا بحب كثير السكر. انا شوجر راش. اوكي طمني الك. اوكي اكوردينج تو هيم شو طلع لنا؟ موكا فرابوتشينو. اوكي هلا انا كنت طلبتها مع المند ميلك. انا كمان بصراحه انا ولا مره ضايقتها. انا وصغيره كنت اطلب هيدا الشيء. اه بس بعدين صرت لقيه كثير سويت فبطلت اطلبه. شيرز بيستي. شيرز. انا حاسه عم محتاج الفيديو قبل بوقت. كانه بوزه. كانه بوزه على الشوكولا بس طيبه. ايه نسكويك مو بعرف بس مع كاكاو. بس كثير سكر. انا ما فيني اشرب كل هالشيء. ليه هالقد كبيره كمان؟ مين بيشرب كل هالشيء؟ هي الساعه كمان على 10 الصبح. اوكي بدنا نعطيها ريتنج. انا بعطيها 6 انه منا تحت الافرج بس منا كثير طيبه. شو كثير بخيله بالريتنج صح؟ 7 انه طيبه بس انه ما فيني اشربها كلها. انه شو لها معنى؟ انا بفضل اخذ الصغيره وبلا كريم من فوق ومع المند ميلك. يعني بغيرها كلها. عندي كثير اسئله. في شيء مش ظابط فيني؟ ايه كل شيء. بجيبها من ستاربكس. ايه انه ايه يعني كستاربكس. انا بعطيها 6 كستاربكس. خصوصا انه نحن هلا بالكريسماس سيزون. ليه ما طلبوا مثلا توفي نوت هيك شيء؟ بس انا ما حبيته. ما حبيت التوفي نوت؟ بلا كثير طيب. ايه لا فيكي ما تحبي. وير نوت جادجينج يو. انا بس عم بقول كستاربكس. بحس انه كثير من الفولورز بيشربوا موكا فرابوتشينو لانه كثير بيسك. ما عم بقول انكم بيسك جايز. ما قصدي تو اوفند يو بس انه فهمتوا قصدي. You call me up again. Oh my god. You. That's so cute. Remember. إذا بدكم تايلور سويفت كاربول كاريوكي. Oh my god. Guys هلا for stop two رح نروح على ماكدو. إن شاء الله يا رب يكون في السكر قدامنا. إن شاء الله ما يطلع لنا بوزة مرة. طالبين شيء طيب لأنه أنا كثير ما بعرف إذا بتتذكروا أنا كثير بكي بالأكل. ان شاء الله يكونوا بونلس. من بونلس انا رح احط لهم 7 لانه انا ما بحب المش بونلس. اوكي جوا وما بحب البيكلز وما بحب الاونينز. فتنشوف شو الوضع مش من هون. المهم انه يطلع لنا برجر بليز. انا ما عندي مشكله يطلع لي ناجتس. بتعرفي شو هو ناجتس؟ بطل في نوجتس. بدك بس بالكيدز ميل شو جيت 4. فيني اطلب نفس الشيء مثل الشخص اللي طلب قبلي؟ قالت لنا شو هي الطلبيه بس مالي. بس هديك المره بجينا طلع لنا بوزه which
لا وخاصة من بعد ستاربكس اليوم على ويبت كريم رح يوصلنا فرايز تتعرفوا شو عم بتسوق الفرايز بحضنا كانوا بيبي عم يدفوكي شوفتي طيبين كتير كتير سخنين هول كتير طيبين سوبر فريش وكرنشي هيدا تسعة بس لو ما درينك بس هذا الشيء ما حيشبعنا ولا منيح في العشاء بيكي كي اف سي يلا فينجرز كروس ما في درايف ثرو مش نكل في سماس جنبنا ننزل جينا كثير في قصص ما بعرف وين نبلش ليكي شو كبار يا رب بليز يكونوا بونلس ما بتصور انا كمان لا هات لنشوف الفرق بين هول فريز وهديك ما بعرف انت اوكي فريز ماكدو اكيد اكثر شكله سبايسي سبايسي ياي في شخن يامي 9/10 لانه الفرايز مش كتير طيبين هيدا لازم يطلع له اكثر من ماكدو لانه اتس فول مين هيدا كان انه اتليست يكون عندكم درينك ولو 9.5 كتير سبايسي 9.5 لا ليه 9 لانه منه بونلس ما بفهم ما بحب هيدا الجيل اوكي عندي لعبه لالنا اسئله سريعه برر يعني اوكي بدك تجاوب بسرعه What is your favorite Christmas movie? The Holiday. But okay, that's the only thing I remember. The Holiday is nice. It's cute. Grinch Hello, مثلا. The Grinch Hello. واحد كتير كيوت وكليشيه بس ما متذكر. شي The Holiday بركي اسمه؟ في The Holiday بس ما is it Christmassy؟ ما بعرف. Well. Anyway. The Holiday. إذا فيك تنقي نوع فود تاكلي لكل حياتك شو بيكون؟ أنت. ما بعرف إذا باستا أو بيتزا. بس باستا بيكون عندي كتير options. اوكي انا فينا نوع مثلا ايطاليان انا بحس تشاينيز اذا كانوا عنجد بس كاكله مفضله بحس اي نو اتس سوبر بيسك بس سلطه لانه كثير بحب الخضره بشكل مش طبيعي بحس فيني احط شي باستا فيني نوع ايه بس سلطه فيك كثير تنوع مزبوط معك حق اوكي ديزرت واتس يور فيفرت ديزرت انا عندي تو اذا مش عربي بان بيردو اذا عربي مهلبيه ما بعرف ليه ما بحب الحلو العربي ولا كتير بيعني لي خاصة بقليوة كنافة فيني اكلها بس انا ما بحب المعمول ما حدا معمول لا معمول طيبين I don't like it الضيقة تبعنا لا تيجي نعمل معمول عنا بالبيت الماما بتعملون اوكي it's our third collab نعمل اوكي okay, yay انا my favorite dessert دايما it's cake ان شاء الله كنا عم بعمل دايت اذا بشوف كيك I have to have a slice بس مش any cake ما بوتر كريم ليرز يعني يا طيب يا مش طيب فول ميل فول باكج يس سو تشوكليت كيك اذا حدا قال لك يو كان هاف وان وورد تو ديسكرايب يور سيلف انا ما بعرف ابدا صعبه كثير بدي اقول اونست بس انا بنفس الوقت مش دائما صريحه لانه بخاف اذا شخص ثاني بس بحس انه كايند is my word انه ما بعرف كون مين او فيك مع حدا تاني انا رح اقول honest بتعرفي رح اخلي كلمتك يعني I'm honest حتى لو بأذي اوقات بعرف ان هذا شيء مش منيح بس انه I can't it's and I have to say شو عم بفكر انا بتخيل ما كنت هيك بفتكر قد ما انأذيت كنت اترك كل شيء بقلبي قبل وتجمعوا كتير 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 فهلا صرت ما اترك شيء بقلبي بتفضلي تعرفي امتى حتموتي او كيف رح تموتي ولا واحدة انا كمان ولا واحدة بس مجبورة تنقل انا بقول كيف انا بقول امتى كيف بصير مثلا اذا اكسيدنت سيارة بصير عاملي فوبيا وما اطلع بالسيارة بحياتي وكل ما اطلع بالسيارة بصير اعمل قلق نفسي امتى بصير اعرف انه شو بدي احقق بحياتي بهالوقت بس فكر كيف رح موت دغري بفكر النصفة يا كانسر يا هيك فبحس انه ساعتها بركي فينا اعمل شي بهالموضوع to spread awareness إذا عندي مصاري حطون بي ريسيرش تعرف تفيد غيري فما عم فكر اكسيدنت بس إذا اكسيدنت أكيد فضل أعرف أي متى بموت من ما كيف هلأ شي كتير بيسك وما خصو بالسؤال اللي كان قبل بديك الديب شو أحلى برودكت عندك بالميك اب ك يعني ماسكارا أي لاينر يا كونسيلر يا ماسكارا I think رح روح أقول الليب جلوس إذا بيكون عندك one superpower شو بتحب يكون To heal others يعني
اذا حدا عم بيقطع بفتره صعبه بقدر اساعده دغري. اوكي انا ما حقعت جواب لان شو ما اقول من بعد شيء رح تبين كثير هبيله. اذا هلا قالوا لي فيكي تاخذي تيكت لوين ما بدك بالعالم، وين بتروحي هلا؟ انا بروح على ايطاليا بس بقطع باخذ باسم معي من صربيا. بحس مالديفز I could use a beach vacation. Yes, why not? هيك calm. ترجعت عبي energy. Okay, who's your celebrity crush? Male أو female أو both. شو ما بقولك. Ooh, شكلياً Madison Beer cabinet. كتير. Really? Okay. عم بلاقيها عادية لأني. عن جد. أنا كتير بلاقيها حلوة يعني إنه بغار. شاب كتير بحب جوني ديب و كريس هيمسوورث. Okay, كمان ما بيعنولي. Okay, we're so different. لأن إحنا غير generation كمان. آه إيه مزبوط. جو بنت. صح. I don't know. I'm so bad at this. يعني حتى إذا شفت شاب ما بعرف إذا بلاقيه حلو أو لا. بدي أنزعك. مرسي جوا. I need you. Oh my god, Joa, this is so hard. رح أعطيك باس لأنه أنا عملت باس قبل. لا ما بدي أعمل باس. بركي نرجع على هالسؤال. إذا فيك تغيري شغلة واحدة بشكلك شو بتغيري؟ ما غير شكلي، في يكون personality كمان. Personality بحس إنه العالم دايماً بتفكرني إنه أنا دايماً عم ببتسم super optimistic، بس في أوقات أنا كتير بحطم بحالي، يعني ما في مجال. بصير اقول لحالي انه no you can't do it، يا ريت فيني اغير هيدا الشيء، يكون هيك ما بخاف من شيء قويه وبس هيك ما اعطي الهم شيء. اوكي انا رح كون كثير شالو، بحب غير طوله. بحسك اذا طولت شوي ما بحسك يور جوا. ما بدي تكون طويله بس بدي تكون اطول شوي صغيره، يعني 5 سنتيمتر. ايه. اوكي اذا قدرتي تشيلي one holiday من السنه شو بتشيلي؟ او ماي جاد اكيد مش كريسماس، اتس ماي فيفرت. اكيد مش كريسماس. انا بشيل بركي هالوين. أو بس هالوين، يلا هالوين. هالوين. إذا فيك تروح تتعشى مع شخص عايش أو متوفى بيكون معك مين؟ في جدي من ميلة بيي لأنه أنا ما تعرفت عليه، توفى قبل ما أهلي يتجوزوا. ما بعرف شي عنه بس دايما بيخبرونا قد ايه كان منيح وكريم وقد ايه بيحب يساعد. فـ I actually want to meet him. بركي مايكل جاكسون. أوه that's a good one. بحسه كتير نايس وكتير ناس ما كانوا يفهموا. في theories انه بعده عايش، بتفكري؟ بعرف دايما بفكر انه معقول بس اكيد لا، ما بعرف اكيد لا. I won't be surprised. I won't ولا انا حتى Princess Diana اذا عايشه I won't be surprised. Oh my god, I love her. شو ازعج شيء عندك بشخص؟ انا انه ياكل وما يسكر تمه، يلعوس على صوت عالي. انا كمان. Oh my god. يعني قد ما يكون شخص كامل ومتكامل اذا فتح تمه وبيعمل اصوات انا ما فيني. بس كمان احترام الويتر او انه حيالله شخص سترينجرز اذا كانوا كثير مشهور معهم انا لايك نو. شو اضرب ترند انت شايفتي ايفر؟ ترند از ان فاشن؟ فيو تكون فاشن. انا في اثنين. يلا. نيون. انا ما بحب هالالوان، انا بركي في ناس تلبق لهم بس انا نو واي. و كروكس. سوري بس لا ثانكس. لا الكروكس ما بيقطعوا. لا اكسبت بس بتشتغلي بالمستشفى ميك سنس. ايه لا اوكي ايه. ترند انا عم فكر تيك توك ترند، ما بعرف اذا شفت اخر واحد. بتكبي تليفونك سلومو، يعني تليفونات عم تتكسر، ما بعرف شو بيحسوا العالم اكيد ما. لا ليه شو لمعنى ما بيعملوا ان اتس تريندينج هلا ليترلي. اذا فيك تاخذي شغله مني وتحطيها بحالك وانا كمان العكس انا بعرف اكيد جواز فاشن سنس اوف ستايل، بس نفس الوقت بحب قد هي جريئه، يعني شي تيلز يو وات شي ثينكس، وحتى اذا انا بسالها شيء وهي ما بتجاوب بعرف انه شي دوزنت لايك ات. ف like she makes دغري بتحسسك انه لا you're crossing a border a limit. So I like that about her. انا I'm not like that. بالعكس بحس انه بخلي العالم تاخد اكتر مما بتستاهل مني. انا باخد your positivity. You always see the good thing in everyone. You know, كل شي منيح بالشخص، كل شي منيح بي your situation. You're so sweet. Thank you. Which thank I don't so. And that was it. اوه yeah. اوه cool. Celebrity crush بسرعة. بحب جاستن بيبر. لا اوكي انا بحب هيلي هيلي هيلي. I like her too. Celebrity crush كشكل بحس اوليفيا كولبو Miss Universe. Oh my god she's gorgeous. She's gorgeous. هلا انا وصغيره كان زاك افرون وجو جونس تعرف هالبوطه، بس هلا I'm not sure ما بعرف. زاك افرون حسيته انه كبر معنا وبقي يعني سكسي قد قبل معنا. ايه يعني بعده حلو. يعني بعده فيه يكون yeah. يعني definitely. ايه فيه يكون option اذا ما عندك option فيه يكون option. انه بفكر اذا اجى قال لك بدي اظهر معك ما حتقولي له لا. لا اوكي. لا. Oh my god I love جوزيف عطية كشكل. I don't know he's so cute. He's cute. He's just not يعني مش انه انا ما بظهر معه.
Anna, I would just take it for dinner, like nothing more. ما أعرف كيف هو his personality is, بس كشكل أنا صغيرة I'm like oh. No, بيقولوا إنه كتير no, he's very nice. Okay. شوف عطيه. Call me حبيبي. حبيبي. Thank you guys إذا حضرتوا هذا الفيديو ومنحبكن كتير حطوا لايك تنعمل a part 3 وباي باي. Bye. يلا باي.